تختتم اليوم الجولة 14 بثلاث مواجهات قوية، حيث يستضيف رأي فريق أسوان ويخرج النجوم لملاقاة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية، ويلتقي مصر المقصة مع القناة. فعلى استاد المكسب الإسكندرية يستضيف فريق رأي بقيادة مدربه محمد حليم فريق أسوان في مواجهة صعبة ومتكافئة بين الفريقين. فرايا يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الدخول دائرة المنافسة ليصعد للمركز الخامس. بينما يحتل أسوان بقيادة هشام زكريا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، ويحتاج الفريق لثلاث نقاط في مباراة اليوم من أجل التقدم للمركز العاشر على حساب بروكسي الذي سيعود للمركز الحادي عشر.